طبعا نجومنا الكبار بيتكلموا من قلبهم، في زعل او في زعل، مش القصد ان احنا ننتقد بشده، ولكن القصد ان احنا عندنا اخطاء، والاخطاء مش عايز اقول قد تبدو متكرره، لا هي متكرره وظهرت في المباريات الاخيره ورا بعض كتير. فنجومنا حتى لما بيتكلموا من قلبهم ان هم عايزين الافضل للنادي الاهلي. من وجهة نظر كل واحد في أخطاء معينة، الأخطاء دي لازم تتصحح وتصحح بسرعة، صحح بسرعة، لأن أنا واحد من ضمن المشجعين للنادي الأهلي خايف من سيناريو يتكرر. أنا خايف من سيناريو يتكرر. السيناريو اللي كان السنتين اللي فاتوا كان فيه بعض العوامل الخارجية، بس إحنا كمان كنا مقصرين، إحنا كمان كنا مقصرين، يعني سهلنا الأمر شوية. الأمور لسه في إيدينا، ما زالت الأمور لسه في إيدينا، عشان كده بنتكلم بنقول يا جماعة، كلامنا كله موجه تقريبا للعيب. فانيلا الحمراء دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، نادي الأهلي ده حاجة عظيمة وحاجة كبيرة جدا جدا جدا. لازم أنا كلعيب ما بنتقدش اللعيبة، أنا بتكلم مع أخواتي الصغيرين، مع أولادي، لازم تحسوا بأهمية وجودك في نادي كبير زي النادي الأهلي. لازم تحس إن أنت شايل حاجة كبيرة قوي قوي، ولابس فانيلا كبيرة قوي. لازم لما تنزل الملعب تبقى جدير بارتداء الفانيلا دي. جمهورك مستني منك حاجات كتير جدا جدا عشان أنت لابس الفانيلا الحمراء دي، عشان أنت بتلعب في نادي العظيم اسمه النادي الأهلي، كيان كبير كل الناس عارفاه، زي ما قالوا الكباتن، ده اي لعيب يتمنى في مصر او في الدول العربيه يجي يلعب في النادي الاهلي. كنا زمان بنقول ايه، ده اي لعيب في اي نادي يتمنى ان يمشي من قدام النادي الاهلي. هي دي حقيقه فعلا، حقيقه فعلا، انت في نعمه كبيره جدا جدا جدا. ما يبقاش رد الفعل كده، ده النادي الاهلي.